شنو المطالب ديالكم انتما هنا؟ بغينا عشرين وضوحها جا القائد هنا قال لك اسيدي غادي تهدموا، جا واحد القرار ديال الهدم غادي تهدموا وغتمشيو تكريو الى اجل غير مسمى. الناس هنا حنا في واحد القريه يعني واحد دوار قروي ماشي في حضاري مدار حضاري، حنا في واحد المدار قروي والناس ما بحالهمش وما عندهمش لا باش يكريو ولا باش يخرجوا. هاد الناس يعني ما بحال كيديروا شي امر غير قانوني، واحد السلطه يعني ديكتاتوريه في التسلط في القانون. هادشي اللي كاين، الناس هنا ما بحالهمش ما عندهمش، كيقول لهم سيروا تكريو. اصلا حنا بعدا في القريه ما كاينش فين تكري اصلا، لا يعني الناس هنا ما بحالهمش اللي كتشوفوا هنا. الناس اغلب الدراويش هنا قراويين تيعتمدوا على الفلاحه، كيعتمدوا على الكسيبه، ما عندهم لا فين يكريو ولا كيف غيديروا بهايمهم، فين غيديروا المسائل ديالهم. هاد الناس ما عرفوش هاد القاره كيفاش جا. انا كنعرفوا دوار بغا يحيدوها ولا يدخل في واحد الاطار ديال، عارفين القادر بان غيدخل في اطار ديال محاربه الصفيح، مدن بدون صفيح، عارفين هاد المساله. ولكن تكون بشكل يعني عقلاني وقانوني، يعني اننا غيعطيونا واحد البلاصه فين نسكنوا ويبينوها لك ويوريك، يقول لك اودي ماشي غيجي عندك يقول لك اهدم وسير قلب على راسك. اش السيد القايد امتى غادي تعطيونا ولا اش غادي تعطينا؟ قال لك انا ما شغليش، سيروا يعني كريو ولا دبروا راسكم اش من اجل الى وقت. كيقول لك الله اعلم، الله اعلم، يعني الله اعلم، ما بقى ما عارفينش حنا المصير، المصير ديال هذه القريه هذه. وشكرا حنا مادام نعرفوا المصير ما نعرفش وين بقى. كاين المعوقين، كاين العميين، فين غيمشيو اصاح؟ ما عندهم فين يصدوا، كلشي كاين اللي ما عندو حتى عشا ليله. سمعتي؟ ما كاين اللي عندو حتى عشا ليله، عشا ليله ما عندوش، وتيقول لي سير هز حوايجك سير، فين غيصد؟ الناس بغاو يشردونا، سيدنا ما قالش لهم شردوا هاد الناس، هما ناضوا بغا يشردونا. البلاد باقا ما مجهزه ما والو، تيقول لك حنا جوج غنعطوكم جوج بقعه، ما عارفينش شنو كيديروا، لا بلان لا والو. هاد الناس راه بغا يشردونا، راه مخير فينا ما عنده فاش يكري، راه حنا بلاد قراوي، حتى واحد ما خدام، ما كاين لا شركات لا والو. دوار قراوي ماشي حضاري. هاشي كتشوف فيه كامل، كلشي هاد الناس محلي وقرصيس. وغنمشيو لبلاد دابا غتشوفوا حنايا الملك راه قال لهم ما تشردوش هاد الناس، وراه حنا دمرونا دابا 15 يوم وحنا ولادنا ما تيقراو. وتيجي الخدام تيجي الشيخ تيقول لك راه يريبوا ليكم تعالوا ديروا القرعه، وانت ما عارف فين غتمشي. البلاد باقا ما مزروعات، باقا زرع، باقيين ما حصدوا ما والو. وحنايا الموسم ديالنا كنخدموا 15 يوم كنقيو مع الفلاحه، وكنخدموا 15 يوم في الصيف والكرا ما كاينش، والكرا ما كاينش باش نكريو. كاينه 30 دار هنايا ما عندناش باش نكريو، جماعه ما تشوفش، ما عندناش باش نكريو اصلا. خويا حنا ما تنطالبوا حتى بشي حاجه، يوجدوا لينا يبينوا لنا البقعه ديالنا، وماشي جوج بقعه كلها وبقعشو، كلشي يستافد، اللي مجوج يستافد. ما بغيناش شي حاجه يبينوا لنا حقنا ونخويو نريبوا روسنا. هاد الساعه راه ما بينوا لنا حتى شي حاجه، وقال لك سير تكري فينا نمشيو للبحر، ما عندناش فين نمشيو. هادي هو اللي كاين اخويا. عاش الملك، عاش عاش الوطن الملك، عاش الملك. يا سيدي ديروا معنا شي حل، حنا ما عندناش نمشوا، ما عندنا باش نكريو، ما عندنا والو، غرب الله ما عندنا حتى شي حل، ما عندناش. ديروا معنا شي حل، حنا ما عندناش وليداتنا تيقراو، حنا ما عندنا حتى شي حاجه والو، غرب الله. هذا الشيء اللي كاين هو هذا. خويا منادات صاحب الجلاله، نداء لهاد الامه، لهاد الامه الضعيفه. هاد الناس راهم ضعافة ما عندهمش، هاد المنطقه كتعتمد على الفلاحه، والفلاحه الى اخر ذلك. مع عطينا المنطقه باش يعرفوها المسؤولين، يعرفوا المنطقه ديال دائره الرماني اقليم خميسات، يعانون ويعانون من الضعف الشديد الى اقصى الحدود، ما بين ليلى وضحاها. يا أمة محمد، يا صاحب الجلالة، أناديك يا صاحب الجلالة، ما بين ليلى وضحاها غنتشردوا، ماشي بوحدي، آلاف آلاف ديال العائلات، هذه 600 عائلة و 700 عائلة كلها كتضيع ما بين ليلى وضحاها. هاد الناس جات القوة باش علمونا باش غادي يريبوا لينا إلى أجل غير مسمى.
لا تجهيزات لا شركات حطوا باش نبني واحد العمل. نداء لك يا صاحب الجلاله، حنا كناشدوك، حنا ضعفاء، حنا هما حنا الرعايه ديالك. كناشدوك يا صاحب الجلاله باش تشوف الرحمه في هذه الامه، بان هاد الناس لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. حنا كناشدوك يا صاحب الجلاله على هذا النداء. صوت صوت زوار الضايا جماعة مغشوش دائرة الرماني إقليم خميسات. هاد الجائحة ديال كورونا السلطات غتهدم لها الدوار، وفي هاد المناسبة ماشي وقت تهديم، حنا مستعدين نهدمو غير يبينو لنا الأمل ديال شي تجهيز ومساعدة. حنا نهدمو الدوار روسنا، ما نستعدوش من القوة غتجي تهدم لينا. حنا مستعدين نهدمو روسنا غير يعطونا أمل ومساعدات باش الناس ما تهمش وباش الناس ما تشردش. وكاينين الناس اللي ساكنين هنا اللي عندهم 4 الوليدات في المدرسة، شي غيديهم ما عندهمش اللي يقراو، غيتشردوا لنا الوليدات. اما حنا راه ما عندناش مشكل ما كنقراوش، الوليدات خاصهم ما يتشردوش. وهاد الناس هاد السكان راه ضعفاء، كاين كاينين عيالات ارامي الموسم الدراسي بدا اولا موسم دراسي، ويعطيونا واحد الفتره ويجهزونا يبينوا الدوار شي يبينوا للناس شي امال. وحنا مستعدين نهدموا دوار روسنا بلا ما تهدموا لنا الجماعه ولا القياده ولا الدائره ولا العماله. حنا مع القانون، ولكن يديرنا شي امل باش غادي نهدموا هاد الدوار هذا. ماشي غير نهدموا، ما عندناش فين غنسكنوا. الكلام ما كاينش فيلاج، انت كتشوف فيه صغير فيلاج مغشوش صغير، راه الدوار اكثر من ديور. والسلام عليكم، وكنزلوا هذا النداء لصاحب الجلاله والناس المعنيين بالامر. الله يرحم الوالدين وشكرا. عندي شي نقاط نطرقوا لهم. السلام عليكم. واحد النقاط اللي غنطرقوا لها، اولا الناس ما عندهمش هنا الناس ما بحالهمش، هذه نقطة مهمة. حنا في مجال القروي هذه نقطة ثانية. ثالثا كورونا ما كاين لا خدمة لا حتى شي حاجة، الوقت موسم دراسي، يعني الدراري الصغير ما خدمش على اعتبار الدراري الصغار اللي كيقراو، هذه ثالث حاجة. رابع حاجة هو أن الناس هنايا كاين جميعا كيوجهوا النداء لجميع المسؤولين اللي عندهم ضمير، المسؤولين اللي عندهم ضمير ورجال بكل كلمه، ماشي دوك الناس المسؤولين اللي كالطوغات اللي باغيين يشردوا عباد الله. والدرجه الاولى محمد الثالث باش ياخذ العين الاعتبار هذه الامور هذه وما يتشردوش عباد الله. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. والسلام عليكم.